مطوعين الصعايب. بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا مشاهدينا الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بكل خير. هكذا انطلق شوطنا، ختام شوط العشرين للإبكار الحقايق، ومن مسافة 4 كيلومترات انطلقت الأسماء واندفعت الشعارات. بحفظ من الله ورعايته تقدم مباشرة مع المركز الأول البداية شعلة بشعار صالح بن حمد القمرة، من يقدم لنا شعلة مع المركز الأول ومع البداية. المركز الثاني، ثاني المراكز، وصلت بنت الباز حمد بن علي بن حمد المري، من غيرت وانطلقت بدورها إلى المركز الأول. المركز الثالث، ثالث المراكز وثالث التحدي، وحش بشعار هزاع بن حمد بن صالح العذبة، من يقدم لنا وحش مع المركز الثالث. المركز الرابع، رابع المراكز ورابع التحدي، رابع الأسماء، من تتقدم الدوحة بشعار سعيد بن مبارك بن محمد الجهويل المري، من يقدم لنا الدوحة مع المركز الرابع. المركز الخامس، من نختتم بها النداء نوف مع المركز الخامس بشعار حمد بن عبد الله بن سعيد بن محمد البخيت، من يقدم لنا نوف مع المركز الخامس. هكذا كانت النتيجة متابعينا مشاهدينا الكرام للخمسة المراكز المتقدمة، ولكن أعود مع المركز الأول، أعود مع البداية ومع الإثارة. المركز الأول، من غيرت وانطلقت مع البداية ومع التحدي، وحش بشعار هزاع بن حمد بن صالح العذبة، من يقدم لنا وحش مع المركز الأول. المركز الثاني، ثاني المراكز، شعلة شعلة مع المركز الثاني بشعار صالح بن حمد القمرة، من يقدم لنا شعلة مع المركز الثاني. المركز الثالث، الدوحة، الدوحة مع المركز الثالث بشعار سعيد بن مبارك بن حمد الجهويل المري، من يقدم لنا الدوحة مع المركز الثالث. المركز الرابع، اسم جديد، وصلت فرحة مع المركز الرابع بشعار محمد بن ناصر بن محمد بن ناصر الشنجل، من يقدم لنا فرحة مع المركز الرابع. المركز الخامس، خامس الأسماء وخامس الشعارات، من تتقدم على مستوى المركز الخامس بنت الباز بشعار حمد بن علي بن حمد الفيد المري، ولكن أعود مع شعلة 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 مع المركز الأول بشعار صالح بن حمد القمرة، من يقدم لنا شعلة مع المركز الأول ومع البداية، من تقود هذه المسيرة مع البداية. المركز الثاني، وصلت وحش، وحش مع المركز الثاني بشعار هزاع بن حمد بن صالح العذبة، ولكن القادمة وصلت الدوحة مع المركز الثالث، تتقدم الدوحة بشعار سعيد بن مبارك بن محمد الجهويل وأيضا بنت الباز، وأيضا القادمة الزعيمة بشعار جابر بن محمد بن عبد الهادي البريدي، ولكن أعود مع شعلة شعلة مع المركز الأول شعلة مع البداية بشعار القمرة، ولكن حذاري وصلت الدوحة، الدوحة مع المركز الثاني، الدوحة مع المركز الثاني، وأيضا بنت الباز ووحش مع المركز الرابع، ولكن ارصد 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 الشاذلية الشاذلية الشاذلية، غيرت مع المركز الثالث من المركز الخامس إلى المركز الرابع إلى المركز الثالث إلى المركز الثاني إلى المركز الأول، مركز التحدي الكيلو الأخير، الكيلو المثير، الشاذلية الشاذلية مع المركز الأول، ولكن الدوحة، الدوحة مع المركز الثاني، شعلة مع المركز الثالث، المركز الرابع الظبي، ولكن أعود مع الثلاثية. الله الله
شحلة 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 القمرة الشاذلية الدوحة شحلة الشاذلية الدوحة 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 يا بابا 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 الله 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 صراع ما بين الكبار صراع ما بين العمالقة صراع ما بين التاريخ شحلة شحلة والدوحة شحلة والدوحة شحلة والدوحة اللحظات الأخيرة الأمتار الأخيرة القمرة مع شعلة مع شعلة مع شعلة بالفوز غادرت بالناموس غادرت والنقطة الخامسة لهذا الشعار سلام شعلة سلام سلام القمرة سلام أسعد الله صباحك يا القمرة من قدمت له من قدمت لنا هذه النوعية الجيدة هذه النوعية النادرة شعلة 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 بدون أي منافس بدون أي منازع على الإطلاق سلام شعلة سلام أسعد الله صباحك القمرة على هذا الفوز الكبير تهانينا وناموس لمالك شعلة صالح بن حمد القمرة النابت من انتزعت هذا الشوط بكل أريحية وبكل تنافس المركز الثاني ثاني المراكز وثاني التحدي وصلت الدوحة مع المركز الثاني بشعار سعيد بن مبارك بن محمد الجهوي للمري من يقدم لنا الدوحة ما قصرت مع المركز الثاني المركز الثالث المركز الثالث الشاذلية راشد بن حمد بن سالم بن حمد المكسور من قدم لنا الشاذلية مع المركز الثالث المركز الرابع المركز الرابع وصلت الظبي بشعار مسفر بن مبارك بن مسفر الهاجي من قدمنا الظبي مع المركز الرابع المركز الخامس المركز الخامس وسط الفاتنة بشعار جار الله بن محمد بن حمد بن سالمين المري تانينا وناموس لمالك الشعلة صالح بن حمد القمرة من انتزعت هذا الشوط شوط الختام 6 دقائق ثانيتين 6 أجزاء من الثانية تانينا وناموس لك يا القمرة على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار والنقطة الخامسة لهذا الشعار تهانينا وناموس المركز الثاني وصلت الدوحة بشعار سعيد بن مبارك بن حمد الجهوي للمري توقف الزمن 6 دقائق 6 ثواني 8 أجزاء من الثانية تهانينا وناموس لمالك الدوحة سعيد بن مبارك بن محمد الجهوي للمري المركز الثالث وصلت الشاذلية راشد بن حمد بن سالم بن محمد المكسور توقف الزمن 6 دقائق 6 ثواني 9 أجزاء من الثانية تهانينا وناموس لجميع